السلام عليكم اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله اخواتاتي غنشارك معكم رفيسة بريستيج وطريقتها زوينه وسهله وبسيطه، غير تابعوني اخواتاتي ومن الفيديو من الاول حتى الاخر وخليوا لي لايك ديالكم. يلا ندوزوا للطريقه كيفاش غنحضرها. يا بسم الله، هنا عندي اخواتاتي هاد الدقيق باش نحضروا ان شاء الله المسمن ديال رفيسه. عندي 800 غرام ديال الفورص، وعندي جوج كيسان ونص ديال الفينو بحال رابعه، المجموع بيناتهم راه كيلو، كيلو ديال الدقيق. ديما الفورص تيكون اكثر من القمح. غندير الملح على حسب الذوق، عواشقه ديال الملح صافي، نعجب الماء عادي كبر الماء بحال سخون. بسم الله، عجينة عادية بحال ديال المسمن. ندي هنايا نسيت درك الماء، والماء والدقيق راح تيختلف ماشي بشرط العبار ديال الماء، عجنو راكم عارفين تبارك الله العجينة المسمن. متكونش مخوفه ومتكونش دابا راه الصهد، العجينه تكون مجموعه متكونش مطلوقه حيت تزيد هي تطلق. غنخليوها ترتاح، وهاد العجينه راه ما فيها لا خميره لا والو، يمكن لكم تخليوها حتى جوج سوايع ثلاث سوايع ماشي موش كما طرا ليها والو. نغطيوها ونخليوها عامل غتزيد تطلق وتبارك الله تولي على مزوينات. صافي العجينه على هاد الشكل، بقيت نزيدها لا ما لا والو، نخليها بحال قاصحه عامر فمش قاسح. صافي غندلكها مزيان، صافي بعد ما دلكتها وجمعتها خليتها على هذا الشكل، غندير ليها ميكل غذائيه ونغطيها نخليها تطلق مزيان. انا غنخليها نص ساعه، ولي ما مزروبش راه قلت لكم راه يمكن ليها تبقى حتى مده كثيره، ثلاث سوايع ربعه ماشي مشكل ما طرا ليا والو. صافي اخواتاتي ها هي العجينه بعد ما ارتاحت، انا عاد رجعت معاكم تلقات مخيره. صافي غندير كويرات، قلت البيضه صغيورين كويرات، غندير مر صغيورين نتوما شتو، ونخليهم يرتاحوا ونتلاقاو ان شاء الله ملي بغي نخبزهم، نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق اخرين. صافي هنا خواتاتي ها المسمن ديالي بعد ما ارتاح الكويرات ارتاحوا، خليتهم 10 دقائق باش ملي نبغوا نورقهم يجيونا ساهلين. صافي هنايا خواتاتي غندير الزيت، شتو الكره الاولى في الزيت، علاش قلت لكم هاد الرفيسه راه بالاسرار ديالها وغتجيكم ساهله للبنات المبتدئات وتحضروها بسرعه ان شاء الله. كره واحده الاولى في الزيت والثانيه في الدقيق والثالثه في الزيت، صافي ونورقوها بحال هكايا غير بشويه وتمشي معانا مخيره. ديما ندفعوا الوسط، هذاك الشيء ديال الوسط هو اللي ندفعوه بحال هكا والمقله تتسخن. شتو هي بعد ما سرحتها كامله، شوف الكاميرا زيد لكم الكاميرا، شتو بحال هكا، شتو هي سرحتها كامله ها المقله تتسخن. صافي غنرش بالزيت هاد الكاميرا، غندير الزيت بحال هكا، نمشي للورقة ديالتي ثلاثة في دقة وسهلة وبسيطة غير ان شاء الله نشدوها.
صافي غادي نخليها حتى تنشف، نعاود نقلبها. ملي غادي تسد لنا دوك الفقاعات وغتنفخ راه غادي تحل لينا الراسه بسرعه. نبقاو نقلبوا فيها باش يتحلوا لينا السم ديالنا يتحل. شوفوا بدا يتنفخ، شتو ها هو بدا يتنفخ، لا تيبان لكم. صافي انا غادي نقول البوطه منقوسه، البوطه منقوسه باش ما يتحركش ليا السمن ديالي. ها هو الشو بدا يدير فقاعات، بدا يتنفخ باش يتفرق على بعضياته. سبحان الله داك الدقيق تيخليه يتفرز على بعضياته. صافي نعاود نقلب. ها هو الشو بدا يتحلو بوحدهم، ها شوف الى بان ليكم شتو، ها هي الشو بدا يتحلو. انا نخليهم يتحمروا شويه، نحطوهاش خضراء، نخليهم يتنزلوا شويه. ها انتم شتو تبارك الله حلو حتى سخونه. شتو هاي شتو تبارك الله شفافه اللي تبان منها. شتو غنقلب هادي تاهي تاهي وغنحلها بحال هكا بسهولة تاهي. شتو خلاص سخون، نسحب السخونية. صافي غنبقى بحال هكا حتى نكمل. انا دايره في واحد قصريه اللي فرش ليها الزيت واللي اللي طيبتها تنديرها فيها، اللي طيبتها تنديرها فيها باش ما ينشفش وباش يبقى رطب ويبقى زوين. شوفوا انتو ثلاثه الورقات وزوينه وشفافه. ها هو المسمن ديالي بعد قلت لكم درت القصريه وفرش فيها الزيت. شوفوا هانتوما تبارك الله، شوفوا رقيق شفاف وزوين. ها تيجي تبارك الله رطب ويتلغوا. كون واضحه لكم الصوره، شوفوا تبارك الله كي صافي. تنغطي بحال هكايا، تنزيد عليه واحد بلاستيك ونخليه اللي خبز تنديره هنا وندير بلاستيك ونخليهم تنجب. ها المسمن ديالي ها هو طاب، شفتوا ها هو تبارك الله. شوفوا تيجي خفيف وزوين وشفاف. صافي تنبرمو على هاد الطريقه بحال هكا، نحط حدايا بحال هكا. شفتوا شوفوا تبارك الله كي داير طايب وزوينه ما شاء الله، تيجي رقيق وتيجي زوين. ان شاء الله البنات المبتدئات غتجيكم الطريقه سهله وتحضروا بها كميه كثيره في وقت قصير دغيا. صافي بحال هذا الشكل. ما تقطعوا بالمقص، قطعوا بغيتوا تقطعوا بالموس قطعوا. ها انتما بحال هكا تندير، تندير ثلاثة في خطرة بحال هكا. شتو ثلاثة الوحدات تندير بحال هكا المقص. الموس حتى هو تيجي زوين. ها انتم شفتوا وليكم انا دير تحيتو ليا ديروه. هاد السفة بريستيج بحال هكايا تتعجب الوليدات ياكلوها بالفرشيط. شفتوا ها انتم اللي عجبكم نتوما ديروه، هي الموس يا المقص اللي جاكم ساهل ديروه. صافي انا غادي نبقى غادا بحال هكا حتى نكمل، ندوزو باش نصبو الدجاج ان شاء الله مرحله مرحله تنوريكم كلشي. بعد ما وجدنا المسمن دابا غادي نوجد معكم الدجاج. عندي هنا جوج طيور ديال الدجاج، ها هومايا شتوهم نتوما ديروا على القدر ديالكم. وهنا عندي خواتاتي رابعه ديال العدس اللي نقيتها وغسلتها وفزكتها ليله كامله.
راه بعدي العدس، وعندي هاد الراس ديال الثومه غادي نديرو صين بحال هكا، غادي نوريكم ان شاء الله. هنا خواتاتي عندي الجعواشق ديال الحلبه والرفيسه بلا حلبه، راه ما تسماش رفيسه، اللي فيتها هما نقيتها وغسلتها وفزقتها، وهالما ديالها وكلشي غنوريكم حتى هي كيفاش نطيبها. عندي هنا السمن، عشقه ديال السمن، معلقه ديال السمن، هذه هي اللي عبرت بها العطريه كامله، عبرت بها السمن. عندي حزيمه ديال الربيع المعدنوس، عندي 4 الفصوص ديال الثوم، حتى هما نوريكم اش غادي كيفاش غادي نطحنهم. عندي نص كاس ديال الزيت النباتيه، وعندي كاس معامرش ديال الزيت الزيتون. وهنا خواتاتي عندي معلقه ديال الخرقوم بحال هادي عامره مزيان، عندي معلقه ديال السكنجبير، عندي هنا راس الحانوت المساخن، وكل واحد واش يقول لهم راس الحانوت، المهم راس الحانوت تيجمعهم لينا كلهم وتنطحنوهم. عندي هنايا الابزار حتى هو يا معلقه، والملح على حسب الذوق، وعندي كاس ديال الماء. صافي غادي نطحن الربيع هو الاول، ونجيب الخلاط ديالي ها هويا، وغندير فيه الربيع والثومه وهذاك الكاس الماء، ونطحنهم ونعاودو نطلاق. صافي دابا غندوز نشرمل الدجاج بعد ما طحنت هذاك الربيع والثومه. صافي غنجيب هذا، ندير الخرقوم وسكينجبير والابزار، داك راس الحانوت ندير منها شويه نخليها حتى الاخر. حتى هي دابا نوريكم الفيصه بالاسرار ديالها ان شاء الله، غنوريكم كلشي مرحله مرحله. غندير هاد السمن ديال غير شويه، هاد الربيع والثومه حتى هو غندير غير نص الكميه، الزيت والزيت ما غاديش نديرهم دابا، درت الملح هما غسلتهم الليل كامل، غسلتهم بسكينجبير والملح. وما قلتش لكم اخواتاتي عندي جوج حبات ديال البصله اللي غادي ان شاء الله دمت هما دابا نوريهم لكم. بسم الله، هاد دعمة الزعفران حتى هي نسيت ما وريتهاش ليكم، حتى هي ديروها اللي عنده الزعفران شعره يديرو. صافي غنجيب ندخلو ما بين الجلدة والصدر هنايا، صافي غنغطيهم بالسلوفان ونخليهم ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله واحد نص ساعة ولا ساعة، وقت لي دازت على الوقت غنقولو ليك. صافي هنا البنات الدجاج ديالي بعد ما دازت عليه ساعة، خليتو ساعة ونتومايا رقدوه بالليل، تيعطي واحد السر زوين، رقدوه بالليل والصباح عاد نوضو نصبوه. صافي هنايا جوج بصلات لي فرمس ها همايا، غندير شويه هنا لداخل راه قلتها لكم تيتواتا زوين، وغنحزم ليهم الرجلين ديالهم. دمتم ودرتهم هنا في الطنجره، هذاك الكاس اللي بقى ليا نص كاس ديال الربيع زدت فيه الماء. صافي ونخلط حتى المرق، نزيدو هنايا بعد ما غسلت يدي. صافي غنزيد هذيك المعلقه السمن، غنزيد شويه دابا شويه، غنخليه من بعد هو وغد حتى تغلى وتعاود عاد غندير هذا، حتى نبغي نروي ان شاء الله نوريكم. صافي دابا غادي ندي فوق البوطه، غندير الزيت العود، خليت منه جوج عواشق
حتى تتقرب حتى تطيب، ونزيد هاد جوج عويشقات. بعد ما غادي الطنجره تطيب على البوطه، هنا غندير واحد جوج عويشقات ديال الزيت، شفتم؟ غنطيب العدس ديالي، البصله اللي حكيتها باش ما تبانش، شويه الملح، راس معلقه صغيره، صافي غنديها نشحرها طيب. عندي هنا شويه السكنجبير، شويه الخرقوم، شويه الابزار، نشحرهم شويه، نصب عليه الماء طايب في نقاط ديال العدس. واحد الريحه ما نقولش لكم، طالعه غزاله تبارك الله. واحد شي العدس شباني ونسيت، صافي غنغطي عليه حتى يغلى مزيان، ونقص عليه النار شويه مجهده. بعد ما غلى ليا الدجاج ودرتو على الصدر وخليته حتى يتقلى مزيان. هذيك الثومه خواتاتي، حيت انا هاد الرفيسه بريستيج خاص كل حاجه طيب بوحدها، الرفيسه العاديه راه تنديرو كلش. هاد جوج بصلات راه كبار بحال فيهم نص كيلو، صافي نخليهم على الصدر مزيان، من بعد عاد غنقلبهم. داك شويه راس الحانوت دابا عاد غنزيدو بحال هكا، واحد الريحه ما شهيتكمش اخواتاتي، ريحه طيبه وزوينه، نتمنىكم تجربوا هاد الرفيسه راه تجي غزاله رائعه. صافي نخليها حتى تقلى مزيان، ونعاود نغرى ونتلاقى مع خواتاتي. صافي هنا البنات ها هو تقلى مزيان، غادي نبلل دابا، نديروا الماء اللي غيكفينا. صافي هنا خواتاتي غنسد عليه، حيت الدجاج غير رومي غير صغير ما غاديش يحتاج بزاف د الوقت، غنسد عليه واحد 30 دقيقه ولا 25 دقيقه ونحل عليه. صافي صافي بعد الدجاج ديالي ما طاب، غندهنوا بشويه الزبده، واللي تيبغي السمن يدهنوا بالسمن، وغندخلوا متحمره، واللي بغى يخليهم بحال هكا يخليهم، ونتلاقاو ان شاء الله بعد يتحمروا. هانتوما خواتاتي هان السمن تبارك الله كيفاش جا، نتمنى يعجبكم، شوفوا شحال جا زوين، جا رائع. صافي انا غادي دابا نسقي بلاصوص ديالي تا هو وجد غنوريه ليكم. هانتوما خواتاتي ها لاصوص ديالي تبارك الله، دوك الشعواش ديال الزيت العود خليتهم هما الاخرين زدتهم، شوفوا تبارك الله راه تيجي غزال هاد لاصوص، تيجي رائع. نقول شتو درت الحفايره هنا الوصف، غنحط دجاج وغادا نبدا نسقي بهاد الشكل. شارك الدجاج ديالي بعد ما حمرته شتو، غادي نحيد الخيط اللي الدجاجه هادي حيدت ليها، درتو في الفران وريتكم. صافي وتزين، درت شويه اللوز، كاس تاع اللوز اللي سلقته وفسخته غنزين به، شويه البيض، زين بسيط وزوين في سبريستيج، غتعجبكم ان شاء الله تجي غزاله. ها العدس هو شوفوا كيفاش جا طاب وجا زوين، بقى فارك. صافي غادي ندير بحال هكايا، بحال غنقسم القصريه على اربعه، نقسم القصرية ديالتي على ربعة بحال هكا، هادي رفيسة البريستيج، رفيسة العادية راه تنشاركو كلشي وتجي تهي زوينة. صافي بحال هكايا، هنا غادي نزينها ونتلاقاو وتشوفو تزين كيفاش جا ديالها. هانتوما خواتاتي بعد ما زينتها على هذا الشكل، نتمنى من الله تعجبكم، وراه غادي تعجبكم، وطريقه زوينه وسهله وبسيطه، وانتم تزين الاختيار ليكم، المهم هي المذاق والشكل راه رائعه، والطريقه كيفاش نصبتها وكيفاش طيبتها راه غتعجباتكم. والى عجباتكم خليوا لي لايك وخليوا لي كومونتير زوين، وبالسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله ديما في الجديد والبسيط.